أقدر أعمل إيه علشان أوفر في استهلاك الطاقة؟ رغم إن الموضوع يبان بسيط، بس أنت لك دور كبير قوي في توفير استهلاك الطاقة وبشوية خطوات سهلة. تعالوا نشوفها سوا. أولاً لازم تاخد بالك من الاستهلاك، يعني لو شفت في بيتك أو مكان شغلك أو أي مكان حواليك أي هدر للطاقة لازم تتدخل بسرعة. ثانياً راجع نفسك، يعني لو هتسيب جهاز شغال بشكل مش ضروري اقفله، حتى لو هتغيب عنه 10 دقايق صدقني هتفرق معنا كلنا. ثالثاً اتكلم مع غيرك، كل الناس اللي حواليك محتاجين يفهموا ان توفير بسيط في الطاقة ممكن يعمل فرق كبير، لان لو كل واحد بدأ من نفسه هنشوف اختلاف كبير في ملف الطاقة. رابعاً استخدم المنتجات الموفرة للطاقة، يمكن مش كل الناس هتاخد بالها انها لما تشتري المنتجات الموفرة للطاقة فهما مش بس هيوفروا في الفاتورة، لا ده كمان بيساعدوا في انتشار المنتجات دي وبيساعدوا المصانع انها تزود انتاجها، وكمان بيرشدوا باقي الناس علشان يتجهوا للتوفير، والنتيجة اكيد خير لينا كلنا.